فليصغي الجميع، أنا معجب جدا بقوة حمزة وشجاعته وصدقه. كنت أحلم بأن أنشئ ناديا أعلم فيه رياضة الجودو. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. لقد عرفتموني من خلال دوبلاج الرسوم المتحركة والأنمي ومسلسلات الدراما التلفزيونية والإذاعية. كنت واحدا من مجموعة من الفنانين الذين أسسوا لأعمال الكرتون والأنمي في سوريا، ولا سيما قناة سبيستون. يسعدني أن أبارك لجمهورنا العربي بشكل عام وللشعب الجزائري الشقيق بشكل خاص لانطلاقة قناة فور كيدز التي تعنى ببرامج الأطفال، متمنيا لكادر العاملين فيها كل التوفيق والنجاح وتقديم كل ما هو مفيد من خلال مشوارهم. أيمن السالك، سوريا.